بدي اقول لك بدي شغله عندي كاستنج اليوم مؤخرا مرين قليل العمر هون هيك نسرين بليز حبيبتي انتبه على المحل انا راح نص ساعه على الاقل موجودة موزان موجودين مش افضل لو بتحطي السنتور اذا ما حطيته شو بيصير هولي زبوطه شو ليه عم تشيلوا عن السيارات انا رح اجيب لك دركه انا ما بدي هالشغله كيف بدك ما انا دركه كيف بدك تجيبي لي دركه ما قصرت فيه خي بيستاهل لو المهضوم لك منه الهضامه اذا هيدا مهضوم يلا يا عمي اهلا وسهلا فيكم اهلا وسهلا بعرسك نورتونا ان شاء الله مش مضايقه لا كله تمام ايه با مام يحيى عم تحشش عند الجيران اهلا صباح الخير موجودين تفضلي لك حياتي كلها انا واقفه على الزمور بدي اعرف مين هي هيدي المره مش قادر اتركها وهو ما كلف خاطره تلفان تليفون كل حال زمطنا القطو ما بيتاكل شو بدنا نعمل لهالطل الحلو؟ سخني لي السكر اعملي معروف